يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علي دين وأريد أن أتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك. عليه؟ علي دين وأريد أن أتفرغ لطلب العلم لانشراح صدري لذلك، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ النصيحة أن تشتغل حتى تسدد الدين، إلا إذا سمح لك صاحب الدين أن تجلس تطلب العلم، سمح لك وأمهلك أمهلك في دينه لا بأس. نعم.